فوز مهم وهام أمام صريعي ليزان، الأول داخل الديار والثاني منذ بداية الموسم، في مباراة حدث فيها كل شيء في الشوط الثاني. والبداية بغليزان والذي كان سريعا في سن الهجمات، لكن الحارس الشلالي أبرع في صدها على غرار محاولة رحال، ليعود الشلالي مرة أخرى ويخرج كرة علاق. فرص حركت المدرب عباس لإحداث تغييرات، وهو ما كان أين في الدقيقة 67 تمكن بخاري من مخادعة الجميع وبرأسية جميلة يطيح بزيدي والذي كان في المستوى. مجرى واصلت الضغط، وبعد ثنائية بين نزوان وبلح هذا الأخير كرته لم تكن قوية. لنشهد في ربع ساعة الأخيرة محاولات من غليزان والتي غابت عنها اللمسة الأخيرة. الدقيقة 85 عباس يحتاج على عدم منح الحكم إبراهيم عبد الرحمن لضربة جزاء لحميتي. الصورة توضح. بقية الدقائق لم تأتي بالجديد، لتعم الأفراح وسط أنصار ومحبي النجم فيما استحق سريع غليزان الثناء، خاصة وأنه لعب اللقاء منقوص من عدة لاعبين أساسيين. الحمد لله رب العالمين، نتيجة تاع اليوم خلينا إن شاء الله نواصلوا المشوار على أحسن ما يرام. نتمنى من الجميع مساعدة الفريق، لأن أنا وحدي ما نقدر ندير حتى شيء. الفريق يحتاج أموال، نتمنى من رؤوس الأموال يجيو يتقدموا للفريق تاعهم، نصبرهم أسبوع إذا ما كانش راح نعطيهم الفريق.